بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم: ما هو مجال الويب وكيف أبدأ به بطريقة صحيحة؟ أكيد بدخولك عالم البرمجة راح تلاقي كثير تخصصات، من هاي التخصصات هو تخصص مجال الويب. مجال الويب ينقسم لقسمين: فرونت اند وباك اند. في البداية خلينا نحكي عن الفرونت اند. الفرونت اند هو عبارة عن شاشات موجهة للمستخدم. معنى كلامي انه اي موقع انت راح تستخدمه فانت قاعد تتفاعل مع هاي الشاشات، اللي هي بكل بساطة عبارة عن يو اي تصاميم، وهذا بيكون مجال الفرونت اند. فالفرونت اند بكل بساطة هو عبارة عن الواجهة اللي نستخدمها احنا داخل الويب سايت. اما الباك اند هو اكثر اشي بيختص في كتابة الكود وتنفيذ العمليات. خليني اعطي مثال. انا مثلا لو بدي اكبس على هاي الكبسة، كيف بدي اضيف لي مثلا اد وتعمل لي إضافة الايتم هذا عندي على السلة، هذا الشغل كله بيصير في الباك اند. تعالوا نعمل ملخص سريع لفكرة الفرونت اند والباك اند. عرفنا انه مجال الويب ينقسم لقسمين: فرونت اند وباك اند. الفرونت اند هو مختص في الشاشات، في اليو اي الموجه للكلاينت يعني للعميل. الباك اند هو مخصص للكود وتنفيذ العمليات. وهنا بيجي عندنا سؤال مهم: ايش يعني فول ستاك؟ فول ستاك بكل بساطة هو المبرمج اللي بيجمع بين الفرونت اند والباك اند، يعني بكل بساطة بيقدر يسوي كل اشي، يبني المشروع بشكل كامل لحاله. يعني معنى كلامي انه في احنا عندنا ثلاث وظائف في مجال الويب: في عندنا مجال الفرونت اند، وفي عندنا مجال الباك اند، وفي عندنا مجال الفول ستاك. شو الفروقات بيناتهم؟ في بعض المطورين بيميلوا لمجال الفرونت اند، بحس انه في مجال الفرونت اند بناء التصاميم مبدع اكثر، وبعض المطورين الآخرين لا، بيميلوا لمجال الباك اند، ما بيحبوا مثلا يبنوا اليو اي، وفي بعض المطورين بيجمع بين الفرونت اند والباك اند. هسا اكثر طلب عليه في الشركات هو الفول ستاك. حط حالك مكان صاحب الشركه، انا بفضل اجيب شخص يبني لي كل شيء من الصفر الى النهايه، وما يكون في عندي تيم كبير. لكن في الشركات الكبيره يفضل كل شخص باختصاصه، يعني شخص يكون فرونت اند وشخص يكون باك اند. أنا متأكد إنك هسه قاعد تحكي إنه مجال الويب مجال كبير وضخم وراح يكون صعب. بحكي لك لا، في أشياء مشتركة بين التخصصين، بين الفرونت إند والباك إند. تعال نتعرف عليه. أول إشي، أنت لازم تتعلم الـ HTML. إيش هي الـ HTML؟ الـ HTML ببساطة هي عبارة عن بناء الصفحة، بناء صفحة الويب. هي عبارة عن structure، يعني هيكلة الصفحة. وهي ليست لغة برمجة وجدا سهلة التعلم. بكل بساطة انت بتحكي مثلا انا بدي ابني تكست هوم، تكست بروفايل، تكست يعني نص، تكست اباوت، وبدي احط صورة انا داخل الصفحة. المسؤول على اضافة هاي العناصر هي الـ HTML. لكن اكيد انتبهت انه الـ HTML ما فيها تنسيق. كيف يعني تنسيق؟ يعني ما رتبنا العناصر داخل الموقع بشكل مناسب. وهون بيجي عندنا الموضوع الثاني، هو CSS. CSS هو مسؤول عن تنسيق الصفح. كيف يعني؟ مثلا بدي احط انا الهوم والبروفايل والاباوت على شكل نافيجيت. لو دخلت هسه على اي موقع هتلاقي انه في عندك قائمة هون بهذا الشكل، صح؟ وكمان بدي احط الصورة تكون بهذا الشكل هون، واحط كمان جبهة كلام description. هذا الحكي كله بيصير في CSS. بقدر أغير الألوان، بقدر أغير أي شكل بدي إياه، وأقدر أعمل تنسيقات بشكل كامل. خلينا مع بعض نعمل ملخص سريع. عرفنا إنه أنا محتاج أتعلم الـ HTML عشان أبني الصفحة، ومحتاج الـ CSS عشان أعمل تنسيق للصفحة وأحسن شكلها. طيب لو بدي هسا أنا مثلا أضيف كبسة، وهي الكبسة تعمل وظيفة معينة، كيف راح أسويها؟ ولازم أتعلم الجافا سكريبت، والجافا سكريبت هي لغة برمجة. خليني أعطيك مثال. ضفنا إحنا صورة الجافا سكريبت، بدي أضيف هنا كمان نص، وبدي أضيف هنا أنا كبسة. مثلا لما أجي أكبس على هاي الكبسة تنتقل مثلا لصفحة ثانية، كيف بدي أسوي هالعملية؟ باستخدام الجافا سكريبت. معنى كلامي تفاعلك مع الصفحة باستخدام الجافا سكريبت. تعالوا نشوف الدورة اللي راح نطرحها في القناة. أول دورة راح تكون معانا هي تعلم الـ HTML والـ CSS من البداية إلى الاحتراف. هاي الدورة راح تقسم على عدة قوائم تشغيل. كيف يعني؟ أول قائمة وهي الـ HTML، وهون
وهعلمك كيف تستخدم الـ HTML بكل بساطة، لكن ما هعلمك إياها بشكل كامل، إنه مش هدفي إنك تحفظ عناصر أنت مش راح تستخدمها، فراح أفهمك كيف تستخدم الـ HTML، وبعد هيك ننتقل لقائمة ثانية وهي الـ CSS. هون راح أعلمك تنسيقات الصفحة، بالإضافة وهعلمك كمان عناصر خاصة في الـ HTML راح نستخدمها في بناء مشاريعنا. بعد هيك راح يكون في عنا قائمة ثانية وهي القائمة الأخيرة وهي البروجكت. في البروجكت راح أشرح لك تطبيق كامل نطبق فيه اللي تعلمناه في الـ HTML والـ CSS وكيف نخلي مشروعنا responsive. إيش يعني responsive؟ يعني لو صغرت الشاشة أو كبرتها التصميم يظل محافظ على شكله وما يخرب، وكمان نعمل تحسين للكود. في نهاية هاي الدورة المفروض إنك تكون فاهم الـ HTML والـ CSS بشكل ممتاز وتقدر تبني أي مشروع بدك إياه. بعد هيك راح نبلش بدورة ثانية وهي الجافا سكريبت. الجافا سكريبت راح تقسم على عدة قوائم تشغيل، كل قائمة راح تكون مختصة بفكرة معينة. على سبيل المثال، أول قائمة راح تبلش من تحت الصفر معاك في عالم البرمجة، بعدين نطلع في كل قائمة لمستوى أعلى. وأكيد طبعاً خلال دورتنا في الجافا سكريبت راح نطبق الـ HTML والـ CSS. متأكد إنك راح تسألني هذا السؤال، لو بدي أتعلم الفرونت إند هل لازم أتعلم الـ HTML والـ CSS والجافا سكريبت؟ لو بدي أتعلم أنا كمان الباك إند هل لازم أتعلم الـ HTML والـ CSS والجافا سكريبت؟ هون أنا ما بدي أصعب لك الأمور. لو كنت حاب تتعلم فرونت إند أو كنت حاب تتعلم الباك إند، فالأفضل إنك تتعلم الـ HTML والـ CSS والجافا سكريبت. أنا بعتبرهم هم الأساس لهذا المجال اللي هو مجال الويب. بعد انتهاء الدورة بشكل كامل، يعني خلصنا الـ HTML والـ CSS والجافا سكريبت، راح يكون في فيديو يشرح لك بالتفصيل كيف تتخصص في كل مجال، كان فرونت إند أو كان باك إند أو المجالين مع بعض تشتغل في الستاك. أتمنى إني قدرت أوصل لك الفكرة بكل بساطة وسهولة. ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم، ويعطيكم العافية.